كلا عرريسا أو ودري بربك عك سارتي إتوبي ويدا ماتي أرمدي أو لبابي أنا يو سيدو كلا مدحلي هوري إتوبي حلقة كسو قباتي ويسكدي بي سيميدر يورب كدي مركي إسكو أميني ويوين تاليسك يعني اللي قلقانا يه يكورنايل كسال كفلود إيه أبي أحمد ويزو تاوي ربا سودو وانا داوة يلي سيدو كلا إتوبيا أو مو ربيتان كيدي بورعنا مركي كيدي بوري سيوي دي سومالي فقرياش عارمك سيدو قلها أمانك قرامي مدودي خبتها إني أسر هرتو بانكا يميني وعفريكي ييجاد هالكاسو يعني ميساتي إني سومالي يكاغتون رونتاي سيدو كلا دوري دياك سومالي دي إتوبيا أول بنيهي سيدو دي مغالي دي جيجيا نيف حولونا نيف عريه لما يبين كرو نوان فاينانسي لبحي أمي جبري أيا قوهر يا رئيسان يعني دوري دياك ماشي أحمد بومريا بدكيسي باهي باهي من مدمانيان وواناهي كمي ورما يقول لا يقول كبير دارهان مجلد بلد حاو يا لا يي محاسن لا يي وزو تاج دونا يسيدو كلا حيسد محكوسو الكرديسا ورما لا لا يي ان دا وضع يعني إتوبيا وضعي بربركا أي قرك سارتي تاسي واحد دليل هو كلا عرر كملح لي هوري إتوبيا إتوبيا قفك ما أنت حلك هيا هدي حاو حلك لا يقعدو دليل إتوبيا مجوكر أما ولا دليل يا أما ولا حريا كاسا وحيكة مدحويني هوري دولدياك عم حاربة إنو إسكديو دالك بلجمك دالك بلجمك إنو إسكديو يعني إتوبي هيا كاسا مارسا جيبي ميال أورنجري واح عم حاركة مياهم وحو إسكديو دالك مدر يوروبو إسكديو دارهان دالك بلجم بو إسكديو إسو ويديستي أسايلم سيكر يعني مونجلية سياسة هيا كاسا إتوبي مارسا وحا كوكر نفهم مدحويني هوري عم حاربة إنو سعزلو بدكي سوى الله لنا يا بدكي سوى الله بابينا يا مال وكنا ولا بأيو قرن واي سرع يا سحريرتا لغوها يو قوك أم حارة أيو كيسن واي مصطفى عجر سرع لغوها يو بدكي سمار كميا مغالب الجيجيجا نيف حولا لما جينكر هو يليك ميجسلي داها النف نيف كعريا اي قلين اي وصل وصل دا ايو قلين عهورتو ركبين انجري اي دكسيو كجبين انجري ما أنت النف أريه وجيجي له نحق على للاية أول جبرو وحي بدعاء وذلك دبدي سلاج كاني أيه برتلماميت كده ينجرين لكن ما أنت وحي يعني ودان بجمك است أنت لو لا أفكر ديان إن يعني وح ولا لسوق الواي حولها لا جن عصر ما حتى حوله مجالي البديهة يعني هيبك يعني لو قلنا لها المخيرين تذكر عن العين أيه لو دي ديها نسوق قلنا أنا وكما هو إن حوله intii sayrada jigjiga la keeno Soomaaliland iyo Berbera lagu dhufirayo ama Djibouti lagu dhufirayo ku xoolaha ganacsiga kama hadlayn marka dhibaatooyinka uu arkay madaxweynaha hore ama xaarada ee uu Itoobiya nimada uga qararay iskana casiray la taliya amniga uu ahaay cagjar uma muuqato raalliga ku yahay in jibri ay shacabka Soomaaliyeed afka iyo futada isaga xireen oo magaalo kasta maanta go'doon ay geliyeen go'roon يعني جبل سيدا يودك مايان مكة آخرسه واحد صوح سوسانة إسا إمبراطورية مكة كلاعات كلام بقراني هوري إلي المغالوية بلان بكو يعني لوه ريني يجري مركة بقرطورية دا أتكاتا بقرطورية دا لغا أتكاتا المغالوية أيه هريني يجري صدح بلوت سيئينا سهاي يبدع الوسو بلين أو يعني أي مركة دا مئسكو ديان جبل مركة وحال مبانا استعماريان بقرطورية يعني إفاد ee buurada iyo sidoo dhagmaysay ayay u dhagmayaan marka xaaladaas ay ka jirtay Itoobiya wadani burburka ay cagta saartay waad weeyeen ee qolyo siyaasiyiina iyo generalo iyo kornaylo systemka Abiy Ahmed ku jira intuu shirki talyaaniga uu jiray inay mareeyeen shir qol ay Abiy Ahmed xilka kaga tuurayaan afgambina ku sameynayaan isagana xabsi u dhaadhicinayaan Itoobiya la nooca maraysa ayay Soomaali ka baqaysa oo leeyahay badan maray qaadanaysa waayaan darro Itoobiya maanta Soomaaliya ka nolol fiican Soomaaliya ka aman badan Soomaaliya inay hata koonfurta Soomaaliya ayaa Itoobiya ka aman badan daawale adigu hadaad kiniil ka shanaad ku nooshahay oo Soomaali tahay ilaa mooyale ilaa gobolka City nabad baaysata adu kula ma hadlay Itoobiyadi saxday Itoobiya loo yaqaanay ama nimanka iyaga Itoobiya isku yaqaanay ama oromade ama amxaarade ama tigreede miyay yacni mid u gudub miyaa jira soo isma laynayaan ma isku dhex socdaali karaan soo ma kale shikisana
سو مال كسته جبهه كما كعسنا marka Ethiopia koonfurta Soomaaliya ayaa ka nabad badan koonfurta Soomaaliya ayaa kana koonfurta Soomaaliya shabaab waa laga taagroonaaday waxana ma sameyn karaan meelo yar oo fudfud oo magaari way umiyay ay ku sugeen halka maanta ninka Tigreega deegaan am xaruusan ku dhex socdaali karin ninka Oromadaana deegaan am xaruusan ku dhex socdaali karin ninka Axmaarkaana deegaan Oromiyi deegaan Tigreetoro uusan ku dhex socdaali karin marka maxaad sugeysaa soo xaqiiq kuma taabsiin Ethiopia heerkaas ay maraysaa Ethiopia heerkaas ay maraysaa wali dowladnimadeeda waxa sii taageeraya kambaniyo weyn ay sameysteen Ethiopian Airlines oo yacni magaalooyinka waaweyn oo dhan dadka banaysanaya ay Ethiopian Airlines raacayaan ee mar hore waxa weeye Ethiopia baabi'ilayd halka ay ka dhiman laayihiin ee shacabka alla kala qoqobay markay magaalooyinka u kala banaysanayaan diyaaradahaasay raacaan diyaaradaha ayay raacaan markaasaa kula yahay dee amxaar gobolka Tigreega ama gobolka Oromada uma safro Addis Ababa markii soo aadaya maka hadlaya iyo qowmiyad kastoo Addis Ababa Ethiopian Airlines uu soo raacda markii Ethiopia heerkaasay maraysa ninkii abi ahaa marka cadaadis baa dhankasta ka haysta aan u soo noqday Ethiopia qadaarayaasha caalamka markii lagaga adkaaday oo yacni diblomaasiyad iyo siyaasad raqiis ah iyo sharciyad raqiis ah iyo dood raqiis ay golaha ammaanka la tageen wixii ka raacay bay arkeen dhagay faraha gashteen hadda marka waxay ii dhahbay samaysteen sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ninka la baxay Malis Alam wuxuu yidhi qaramada midoobay waxay tiri wuxuu murankiina iyo khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya golaha midoobay Afrika iyo IGAD ku xalay oo halkaa la aaday waa beenti qaramada midoobay warkay waraaq buu ku yaalla war magaala waraaq buu ku yaalla jaamacadda carabta waraaq buu ku yaalla ururka caalamka waraaq buu ku yaalla wax yacni la iska qo la iska ilaal majid waa iidha isaga uu samaystay waraysiga uu bixiyey marka wuxuu ku sheegay qaramada midoobay waxay tiri wiil waa meesha ay ku fashilmeen ee lagu kardaashay ee yacni waxa weeye ay kabalacaanta ka soo carreen wakiilada iyaga wadankooda matalay marka iidhaana wuxuu leeyahay qaramada midoobay waxay tiri midowga Afrika khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeeya iyo IGAD ha lagu xaliyo yacni waxay og yihiin IGAD in uu yahay urur goboleed Itoobiya ay leedahay oo imaamulo wuxuu kale oo og yahay in midowga Afrika Soomaaliya ay wagaraan galbaanta Itoobiya maadaama xarunta midowga Afrika ay ku taal Addis Ababa xataa heer waxay sameeyaan wakiilada iyo ambaasadaska wadamada ka socda ay handadaan inay handadaan waxa daliil kuugu ah manajerkii bangiga horumarinta Africa African Development Bank ninkii directorka u ahaa ee Addis Ababa u joogay laanta Addis Ababa waa tii ay handeleen markuu yidhi deymaha la ku yeeyay iyo xisaabta maxaa u soo sixilaadiyay oo xisaab xur u sameeyay laadiin waa tii isagii shaqaalihiisa la handeleey ee uu ka cararay ee arintiisa la galahay marka daawadayaal Ethiopiadan Ethiopia iyo Ethiopia noocaas waa Ethiopia boqolki dollar maanta u marayo 14,000 bir buu maraya lacagteeda xataa oosh bay noqotay lacagta Uganda iyo ta Soomaaliya iyo Ethiopia maanta isku mid ah marka dalku markuu burburayo saasaa lagu gartaa marka wuxuu rabaa Ethiopianku waxay rabaan inay dhahdaa iyaga samaysay ninka afayay ku sheega uu sheegay waxay rabaan Soomaaliya inay ku bashiqsadaan bay rabaan midowga Afrika iyo IGAD inay ku bashiqsadaan bay rabaan laakiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanayaa meeshaas inuu tegin IGAD inuu tegin midowga Afrika inuu tegin labada urur labada organizationba Ethiopia iska leh rabitaanka Ethiopia ayayna ku shaqeeyaan marka daawadeen Ethiopia xaalkeedu halkaas maraya markay siyaasadda adduunka ka soo quusatay albaabadii ka soo xidmeen waxay rabaan midowga Afrika IGAD inay ka warkacsadaan Abiy Ahmed waad ogeynayaan hore rabitaankiisa codsi wasaaradda arrimaha dowladda wuxuu faray waraaq inay u qorto urgooleedka IGAD shir madaxeed aan caadi ahayn yacni ayuu Abiy Ahmed u codsaday ilaa hadda codsigiisii madaxweynihii wareegtada ahaa ee IGAD Ismaaciil Cumar Diile kamuna soo jawaabin waa loo aamusay waayo shalay madaxdii uu bahdilay ee shirka Soomaaliya ay dalbatay uu ku casuuntay ee uu diiday miyaa maanta shir u qabanay ilaa hadda codsigii wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia
وصار أحمر صري وكل ده البني شيء عن عادي هنا غير ملحوينا إن لوقف يعني البلد هي اللي توبي وقطان صومالي أنا قمت الله كانوا إلا هذا يحكي سوجي وابي مري ولا الليدي ولا قرصري بمليشن ما تقعنا ولا بهدلي على العزة ساسا لو بهاي إسماعيل عمر جلو حالك هكذا هاي أما هذيك على شن إنت أبغاه حسن شيخ كوي وصوع عود ولارو هاي عيبين ولارو ما تعليا ما رح نبغى ورجبريت إياد هاي ولارو علي وحوي وحشمة ولارو علي ما رح يكون مو وحسن قفي دونتا وحس حسن ووح على الجلع سنة يسوي ويبدو ويبدو هجف 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 سيدي صوبي دونا مركز سوي سايق دونا سو ماري باتهاي حسن شيخو أورن حل او انجلوية او بارشلكوة او تمجركوة إن أتسي أود بالبلاءات ما دو وعيان برو هذا سنك كورس أوتر صعب قب كيسو مالينا حق حسن إلهي كمري نسمي كان حسن شيخا صورتا إيا كل مدى لجير أيو حيسي عيل وقبا ما قبر أوتو جاي نيسا نيكا ملحوينا وحال الرائب سفرين نيسا يرأيو أو حتى شرارك قار شرارك قار مدحل قار afrika isku imaanayaan sida hadda kan abi uu dalbaday oo kale igaad haduu dhaco waxa loo baahan yahay waara inuu diro ama wasiir dowlaha arimaha dibadda uu liigada waaye shirka aad isleenahay bani muhiima oo soomaaliya yaani meeshaasi ma taalo ama laydama hadlayo waa la liiga hadda yar yar ee siyaasadda ku soo biiraya wasiir dowlayaasha safiirada dadkaas la dhahay ugu matala oo mowqifka soomaaliya meesha ka akhriya مرك حسن أو يعني كر سنك أتاد كر سنك أتاد مرك دعوة يلي توبي جلبها حق الدبلوماسية ده أقولك الله أقول فتاي أنت عمرك وحنا نقول بيا فشلك يتوبي وحنا نقول بينا دتك أو مرة إلا واحد سوقي إلا ورجع في حالة إلا نقول لا يي ما شاء الله بحنا بلد بلد حاول محل ولا يي دتك أو مرة دت شعبة أو حمالة أو مساكين أي يا هاي يتوبي وهم اللي نقص واحد جود بدنية بدنية يرتعني حكو قاوت عم حرب يكو قاوت وانا خرب وانا إلا رب يعرف لكن دات كاتي دات شعبة أيها هيان وحان الله يسيدي قوب جوياش أي شيئين حالي مري أروك على الشباب نوان أهل الله يي وأسو دعي تضبع رماء يجور الصومالية يشان وحاوي هو داو عنا واشان بمشان وتضبع داو واشان داو عشان تا وضعي عرورة مركا دات كاسي waanu ka xunnahay waayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Itoobiyaanka ah ma kala maarano adisa waan ku safarnaa tagnaa dana dad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa adisa ku nool dad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa laga yeelay dalka Itoobiya inay si ugu joogan kale qaxooti ku ahaadaan iyaguna daajaa keentay dalka nayeeyay joogan marka hadii Itoobiya badda Soomaaliya laga cishanayo iyo hadii bariga Soomaaliya laga cilinayo dawladda federaalka ay u taala haddii la intimaadana xilliga la israayo ciidamada Itoobiya ee dhulka Soomaaliya ku soo dhaqaaqaan ciidanka Soomaaliyeed baa u jawaabay iyo shacabka Soomaaliyeed markaasi ciidankooda in lala dagaalo ay banaan laakiin dad shacab oo masaakiina oo xamaalata oo adiga kugu dhaxnool oo guriyaha jaariyada ka qaar kood baalashayaal qaar kood timajarayaal in la laayo waa wax sharciga Islaamka iyo sharciga gaalada iyo midka qaanuunkaaba aan ku haboonayn waan arin dhacay waxaana sameeyay nimanka khawaarista ee nigaxisada ee duurka ku jira ee raba inay yacni waxa weeye Itoobiya iyo Soomaaliya madax isugu dhuftaan iyadaaba iimaan doonto Itoobiya haday ka waan toobay dambaba la isugu dhiciye laakiin laynta la lay dadka shacabka rabitaan Soomaali iyo dadka Soomaaliyeed mataladooda lagu malaynin nimanka argagixisada ah ee Soomaalida masajida ku qarxinaya isgoysyada ku qarxinaya hoteladii maqaayadaha ku qarxinay ayaa ka dambeeyay walaaladan waxa leenahay dadka oromada ha ka raali ahaadeen inkastoo oromo ay nagu soo xadgudbeen haday maanta abii haday oromada gacanta qaban waayaan oo isqaban waayaan ismaqli waayaan waxa balad xawa ka dhacay wax ka daran ba dhacay wax ka daran ayaa idinku dhici doona daawadayaal muuqaalka sheergareya asxaabtiina la wadaaga والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.